السلام عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة من سلسلة Objection. كملوها في سنة 2000 Objection إيش؟ Your Honor. نعم هذا اثنينكم عليكم اكس من الحين. يلا حط يا سيادة القاضي. عدم احتوام القاضي. طيب الحلقة Objection لسنة 2020 نبدأ بهذه الحلقة أولنانة وعندي اثنين بينهم خلاف مرير. من منكم المدعي يا سادة؟ هو ده. نعم أنا المدعي. ومن المدعى عليه؟ أنا سيد القاضي. والشخصية اللي عليها النقاش من هي؟ عشيرادو من فينلاند ساغا. لذلك خلونا نبدأ. فريق الإثارة والمتعة والتشويق، نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. اشرح دعواك يا سيدي. سيد القاضي، احنا بس كلنا نبي نثبتها في هذه القضية رغم اسطورية هذه الشخصية وروعتها وهيبتها، لانها في الاصل خبيثة وشريرة. فانا بنثبت شريرية هذه الشخصية، شريرية تصلح شرير مطلق يعني. بغض النظر عن شرير مطلق، ما في اسمه شرير مطلق، في شرير مؤقت. يعني انا بثبت انه شرير، ما هو شخصية طيبة. وانت اللي تقول يا ابراهيم؟ احنا قلنا شخصية اشرد شخصية خبيثة لكنها من الداخل طيبة، هذا اللي انا اثبته في هذه الحلقة. اذا لنبدأ باخذ الاقوال وحسب الوقت، وبما ان قرار القاضي راح يسري على الجميع فهو راح يسري عليكم ايها المحلفون اللي انتم هنا المتابعين. فمن الحين ممنوع أن يضطهد شخص الآخر لأجل شخصية خيالية. فإبراهيم ممنوع عليك تضطهد ماجد ممنوع عليك تضطهد إبراهيم، وأنتم أيها المحلفون ممنوع أي أحد فيكم يضطهد أي من المحامين من أجل أشرد، سواء كان يدافع عنه أو ما يدافع عنه. خلاص احنا راح نستمع ونحكم وتنتهي القضية. نعم. ممنوع التهجم على المحامين لايك وإلا السجن. نعم أحاجب. كيفكم ماجد؟ تفضل معك دقيقة فلتبدأ. شكرا سيادة القاضي. سيادة القاضي، سيادة المحلفين، لا أحد يختلف على مدى أسطورية هذه الشخصية وروعتها وهيبتها في نهاية الحلقة في نهاية الموسم، ولكن أنا حاب أذكر الجمهور أن الغاية لا تبرر الوسيلة، أن اللي سواه بداية الإنمي لا يغتفر. هذه الشخصية كانت تغدر ثم تغدر ثم تغدر وتخون ثم تخون ثم تخون حتى وصلت للغاية التي تريدها، تنصيب الملك كنوت ملكا، وكان الحلم اللي يجيبيه أركليوس، مش كان اسم الشخصية، نسيت اسم الملك اللي كان يبحث عنه. أنا لست أقلل من قيمة وهيبة الشخصية، أنا هنا فقط أطالب بعدم وصفها بالشخصية الطيبة الملاك الذي كان يريد مساعدة ثورفين من البداية ولم يحاول استغلاله. Objection. Objection الأول لإبراهيم، ماذا يقول؟ يلا سمعني. سؤال يا سيد القاضي، لك أنت وللسيد المحامي هنا، إذا كان أشرد يبي يستقل ثورفين يوم أنا صغير، لا كان مقاتل ولا كان أي حاجة ثانية ولا حاجة، ليش خلاه على قيد الحياة مع أنه حصلت له أكثر من فرصة يقتله؟ أكثر من فرصة حصلت له يقتله، يقدر يقتله بكل سهولة لو شاف أنه ما منه يعني فايدة أو رجع وشايف أنه عنده بوتنشل قائم، لأنه هذا كان أبوه تورس. يعني هذا الشغلة أنا لازم يعني أبي إجابة عن هذا السؤال. أنت سألت وجاوبت، بس يعني المفروض اني حتى ما اعطي فرصه يجاوب. انت سالت نفسك وجاوبت. اي بس انا اسمع منه والله. لا القرار عندي. أوكي. استنى خذ راحتك، بس انا هشرح للجمهور. ابراهيم يقول ليش اشلد يحاول يستغل توفين وهو صغير وما في مقاومات وما كان بيفيده، ليش ما تخلص منه وما كان في مقاومات الا ان ابوه توز. طيب فهمت، فأنا الحين تبيني أحسبها إجابة ولا أعطيه فرصة؟ أعطيه فرصة. غن أعطيك فرصة واجد، تبي ترد ولا ما يحتاج؟ والله رد على نفسي سادة القاضي. سمعني سمعني. أنا صراحة مستمتع صراحة. يعني. مستمتع حقك يا سادة القاضي. تحفظ نفسك. قالها طبعا هذه النقطة شبه محسومة، لأن قالها حق رئيس القرية اللي هم كانوا عنده، قال أنت عندك عبدة بس ما تعرف شلون تستغلها. وزي ما قال السبب اللي خلاه يبقي علينا انه شاف انه في بوتنشال عبد يقدر يستغله افضل استغلال. تورز هذا ولد تورز، وقالها له في الاخير في اخر دويتو، انا اشكر تورز على هذه الهدية،
انا ما ابي اطول عشان اخبص واريح اروح على نفسي النقطه فاحسب لي. الله يعطيك العافيه سياده القاضي، شكرا لكم. لا ما تحسب لك، انت قتلت نفسك ايضا، لو انك ساكر كنت حسبتها لك. ابراهيم انت اعترضت وعطيتها للمسوق، فما جيت تحت على موضوع العبده. انا لي وجهه نظر في موضوع العبده، ان موضوع العبده تكلم فيه توفين، تكلم فيه اشلد لما فقد الامل في توفين، يعني كان من البدايه ما يبي يستغل. انا هذا وجهه نظري انا، لكن لما وصل الى المرحله هذه وشاف انه ما في فائده قال اذا راح استغل عبوديته لانتقامه. فليتك ما طرحت هالمثال واكتفيت بالمثال اللي قاله ابراهيم انه ابن توز. فالنقطه هذه على اساس لا اظلمكم اثنينكم بخليها صفر لكم اثنينكم، لا غالب ولا مغلوب ولا مغلوب. فنرجع للنقطه الاولى اللي كان يتكلم فيها ماجد قبل يعطيه ابراهيم الاوبجكشن. ماجد انت اعطيتني ثلاث نقاط في نقطه واحده، فبحتسب لك واحده منهم، الثنتين ما راح اعطيك فيهم اكس لان مالك يعني انضربت ثلاث نقاط في نقطه واحده عن الاستغلاليه عن الخيانه عن 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 عن. فحاول انك تخلي كلامك موجه في نقطه واحده على اساس هو يعرف شو يرد عليك فيه، على اساس انا اعرف شو احكم فيه. لا تعطيني اربع خمس نقاط. طيب هذا اللي انا حاولته في الاوبجكشن، اي فقتلتني يعني ما بعرف انا احكم على ايش الحين. اذا بحكم لك النقطه الاولى من ناحيه انه كان قذر من البدايه هذه لك فيها نقطه، بعدين جيتني على موضوع الاستغلال فهذه ما ينفع فيها نقطه. ف ابراهيم الحين عندك دقيقه ترد على ماجد. ابراهيم عندك دقيقه، سمعنا شنو ردك على النقطه الاولى. انا ما راح ارد، انا بفتح نقطه خاصه فيني تخص اشلد مع تورس. كثير حقد على أشلد من يوم أن قتل تورز، وأنا أحد الأشخاص اللي حقدت عليه. بس يوم رجعت شفت الحلقة مرة ثانية في القتال اللي بينه وبين أول شيء تورز، أوكي القتال كان بين واحد ضد واحد، وأشلد كان يقاتل واحترم القتال. لما انتهى القتال وأول ما انتهى القتال قال له أبيك تنضم وتصير قائد لي يا أنت يا تورز، وقتها كان جاد 100% ما كان يمزح. أوبجكشن أوبجكشن من ماجد. ما هو الأوبجكشن يا صاحبي؟ القتال يوم قبل في أشلة ضد تورز كان شرطه أن إذا أنا فزت عليك تتركنا كلنا نمشي وما تقتل ولا أحد فينا. أوكي نعم، هو في الأخير قال له صار قائد علينا، هذا مو من ضمن التحدي، مو من ضمن القتال. نعم أشرد في الأساس هو من مدينتهم ذي اللي سيتسمح حاليا وليس فايكينجز، بس أنت قبلت بشرطه كفايكينجز وقلت أنا أشرد سون أوف أولف واحد من الفايكينجز قبلت بشروطك، فالقتال كان على حدود معينة، إذا أنا انتصرت عليك تتركني أمشي. ربعك انكبوك غيروا كلامهم، هذا ما يخصني انا علي من القتال، انا تحديتك بشرفك بكفايكينجز وانت قبلت كشرفك بكفايكينجز. من الخباث انك تغير القتال وتقول لا والله غيرت خلاص ما ابيك تروح. بس بس شكرا انتهى. اوه باقي لك 10 ثواني جوجو. من الخباث انك تغير كلامك وتقول لا والله ما عاد ابيك تصير ما عاد اتركك لا صرت قائد علي. انا ما ابي احارب، طيب كيفك تحكمني انت؟ انت قبلت بشروطي قاتلني على شروطي. شنو ردك عليه يا ابراهيم؟ سيدي القاضي سيد المحلفين، بعد ما انتهى القتال اشلد ما كان ناوي حتى يقتل تورستر، اللي اجبر على هذا الشيء هم اتباعه. وحتى يوم انه لو خليني اكمل كلامي كنت بقول لكم يعني انه يا جماعه الخير يوم انه خلص وقال له زي كذا قال له بيون هاي لا تمزح يا شلد ايش قاعد تقول انت ايش قاعد تستهبل، قال ضحكت عليكم. هذا الرجل يعني عنده 100 شخص وقاعد يلحقونه، هو قاعد يبحث عن الشخص اللي يقود حلم. لو تورز وقتها وافق على هذا الشيء كان ذبح ذلك كلهم مثل ما سوى مع الامير كانوت، يوم انه شاف الشخص اللي يبي يوصل حلمه راح على طول ذبح الرجاله كلهم ولا اهتم لهم اساسا. طيب ابراهيم من البدايه قلت ان اشلد داخل القتال هذا واحد لواحد ولا فكر يخون اللي يمكن بعدين. هذه النقطه اللي يمكن انا بديها قبل اقول ماجد اوبجكشن، هو من البدايه داخل ناوي القلبه، يعني هو اساسا حاط فخ لهم، ما كان ناوي قاتل واحد لواحد لاجبع القتال واحد لواحد هو تورز زي ما قال ماجد. كون رجالك خانوك هذه مشكلتك، ان انت مع رجالك ما ينشغل فيك انا، يعني انت خنت العهد. ولكن ردك حلو انه اساسا ما يحترم الفايكنج، فللاسف انك انت يعني قلت انه من البدايه انه هو داخل ومو بناوي يخون، هو من البدايه داخل يغتال يعني شلون مو بناوي يخون. ف هنا انتم حيرتوني صراحه، لان نص كلامكم صح ونص كلامكم انا ضده. اللي تشوفه زي القاضي، اللي تشوفه زي القاضي انت عادي، احنا نص
انا اشوف يا عبد الرضيب اللي تقوله يا سيدة القاضي، انت القاضي يحكم. كنقطة انا راح احسبها لابراهيم، كنقطة نقاش، كنقطة اوبجكشن احسبها الماجد، انه هو سواء اجبر يخون ما اجبر يخون هذه مشكلته مع طاقمه مو مشكلتنا، هو في الاخير خان العهد. النقطة عندك الحين يا ماجد. سيادة القاضي سيد الحلبي، وهذه النقطة اللي كنت بتكلم عنها، خيانة العهد، خيانة الثقة المعطى لك بغض النظر عن السبب، الغاية لا تبرر الوسيلة. أنا أعيد وأكد، هو كان عنده أهداف، كان عنده هدف وحلم وطموح وفعلا جاكشن. كيف كيف سيد القاضي، احنا خلصنا الموضوع في النقاش هذا الموضوع، فما أطالب الزين ما أفتح نقطة جديدة. انت حفظت لنفسك يا ماجد. انا كنت بفتح نقطة جديدة. طيب انت افتح صادك المفروض نقطة خلصناها، ما ترجع الدافع اكمل عنها. انا ممكن والله ببني عليها بس لا تبني عليها خلاص انتهت. طيب. اي البناء على النقطة السابقة يا ماجد، وحانا اللي اسكتك مش ابراهيم المال. طيب اوكي مشكلة. يلا كمل. في موقفه مع ابوه، بغض النظر عن الشيء اللي دفع على هذا الشيء، انا ماني ضد التصرف، انا ضد الخيانة والغدر. يعني يوم يهجم على ابوه ويقتله ويوهق اخوه ويحط سيف اخوه، هذا دليل على مدى خباثة هذه الشخصية. اوبجكشن مرة ثانية لابراهيم. شنو يا ابراهيم؟ الرجال لهم الفايكنز وكار الفايكنز، والفايكنز دخلوا دولته ويعني ذبحوا ذبحوا، القتل وقتلوا والغدر سووه. ترى الفايكنز الشرف بينهم بين بعض، اما مع الناس اللي برا ما عندهم شرف. أما أساس حتى الخيانات في الفايكنز متعارف عليها ومتواجد فيها، فأنت طالب شخص إن ناس ما تحترم الشرف معي إن أجي أطبق شرف معهم، مو معدل ولا منطقي. والله ماني ماجد ردك. لما تقول هو مش فايكنز، أبوه فايكنز، وهو نفسه اعترف إن فيه دماء أولف، وقال أساس المهارة اللي جاتني من أبوي. فرضى ما رضى أبوه فايكنز وفيه شرف الفايكنز، وهو قاعد يدعي قدام الناس إنه فايكنز. مش على اصولهم. طيب متى بيتبرى منهم وراح الويلز وخلك جندي في ويلز؟ ليش تمثل انك فايكنز، تمثل انك ولد ابوك وتمشي على انك ولد؟ يوم انك صارت عندك القوه ذبح خذ امك ونحاش. ليش ترفقها براس اخوك وتقود وتسمي روحك وتتم تقاتل وتتم تمثل انك من الفايكنز؟ اذا مو بعجبينك وكرههم ليش تسوي لك فرقه منهم 100 شخص؟ راح هناك هم مستقبلينك، هم يعتبرونك من سلاله ارتوريوس، راح عند ارتوريوس وسوي لك جيش هناك وخلي قائد هناك. ليش الخباثه تمثل انك منهم وتتم معاهم وتمسك لك 100 واحد فيهم وتستمر معاهم وكانك واحد من الفايكنجز؟ النقطه هذه تحسب لابراهيم، يستاهل الاوبجكشن. هو مو معترف فيهم، ومن اصول الحب انك تدمر من الداخل، مو بلازم تدمر من الخارج، ولم يؤخذ في الحب على شخص انك والله لانك من الدم الفلاني لازم انك تعترف. انا مو معترف لا بمبادئكم ولا فيكم، فما عندي امكانيه اني ادمركم من الخارج، فالحل الوحيد اني ادمركم من الداخل، ان يجي الشخص اللي يسقطكم. فهو كان زي يقول يمهد الطريق بطريق ايا كان، يعني رايي في طريقته هل هي صح ولا لا. انا هنا قاضي مو محامي، ما يحق لي اتكلم الا في اخر الحلقه واعبر عن رايي، لكن انا اتكلم عن رايين اللي انا سمعتهم الحين. فاخر واحد وقفنا عنده في النقطه كان ماجد. لا ابراهيم الحين. ابراهيم الحين عند النقطه رقم 2، تفضل يا ابراهيم. سيد القاضي، سيد المحلفين، لو جينا نتكلم عن أشرد وويلز، يعني أول ما دخل ويلز وقام يقول لهم الكلام إن أنا يعني إن أنا متحالف معكم وإن أنا بسويكم والأمير كنت بيحميكم كل حاجة، أنا أحد الأشخاص اللي كنت أقول يعني شكله والله قاعد يشلخ على جماعة بيستغلهم بيطلع وبيمشي، لكن شفنا إلين نهاية القصة قد إيش هذا الشخص قاعد يعني أول شيء أوفى بوعده لويلز، وأجبر الأمير كانوت أيضا إنه يوفي بوعده لويلز على أساس إنه يحميهم. خلاص يعني أنا سويت كل تبي يا كانوت، بس الشرط الوحيد قبل أن أموت إنك تحمي ويلز، وهذا اللي شيء طبقه كانوت. فهذا الموضوع، فبالنسبة لنقطة اللي هو الرجال إنه ما عنده شرف أو ما عنده هذا، لا والله الرجال عنده شرف بس حق الناس اللي يستحقونه مش حق الناس اللي. Objection your honor. Objection من ماجد. إبراهيم أنت قلت نقطة حلوة بس أحسك حفرت نفسك حفرة. قول. ما أدري عاد، ما بيفتح عين ماجد عليها. حقه طبعا. ابراهيم انت انك خلصت حظك في الاوبجكشن. ها اي ما عندي اوبجكشن خلاص، تفضل ماجد. زيادة القاضي سيد المحلفين، الزميل هنا يقول انه عنده شرف، لو عنده شرف كان مشى فيه من البداية، هو من البداية ما عنده شرف. لما انت تقول انا شرفي بس الويلز، طيب انت توني قلت قبل شوي راح الويلز وخلك معاهم، طيب خلك مقاتل معاهم، ليش تروح تقاتل مع ذليك وتجي تقول انا شرفي بس الويلز؟
الرجل لم يحتفظ بكلمته إلا مع ويزن هذا حلمه وهذا طموحه. هو بالنسبة له إذا هو قاعد يحقق حلمه وطموحه فنرجع لنفس الكلمة، الغاية تبرر الوسيلة عنده، وأنا أنا ضد هذا المبدأ، الغاية لا تبرر الوسيلة. عشان أنا بأحمي ويلز، عشان أني أنا أبي أروح أذبح في الأطفال حقين الإنجلترا وأذبح في الفايكنجز وأغدر في ذا وأسوي في ذا بس عشان أأمن بس دولة ويلز، هذا لا يدل عنك شخصية طيبة، هذا يدل عنك شخصية شريرة وخبيثة. أنت بس عشان تحقق حلمك وهدفك مستعد تسوي اللي أنت بيه عشان حلمك وهدفك. طيب وباقي الناس؟ طيب واللي من إنجلترا؟ طيب واللي من الفايكنجز؟ طز فيهم، ما عاد يهمني أي أحد فيهم. بس ماجد. أوكي شكرا. للأسف ماجد رجعت على نفس النقطة اللي إحنا مسكينها من ساعة. إحنا خلصنا موضوعه، هل هو شافه مع الفايكنج ولا شافه مع ويلز؟ إبراهيم يكلمك عن النقطة الحين اللي أنت اعترضت فيها. أنه كان له كلمة وحافظ على كلمته، ما كسرها وما مش على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة في دفاعه عن ويلز. فأنت رجعت مرة ثانية قلت لي الغاية تبرر الوسيلة، وأنه شافه كان مع ويلز ما كان مع الفايكنج، وهذه النقطة إحنا سكرناها فوق خلاص. وهو يعتمد الشاف في مبدأه الخاص، فهل مبدأه صحيح ولا لا؟ هنا المفروض انكم تتناقشون فيه، ما ترجع مرة ثانية هل يعتمد الشاف في مبدأه الخاص ولا لا. هو يرى ان لا احد يستحق الشرف الا بريطانيا الحقيقيين مش المستعمرين الجدد. هذا وجهة النظر، فالمفروض انكم تتكلمتوا فيه. فانت بهم عندك نقطة حلوة، عندك خطأ بكلمك عنه بعدين. عندي الدور. تفضل ماجد. سيد القاضي، سيد المحلفين، بس أنا أعيد على نقطة اللي هو الغاية تبرر الوسيلة. رغم من اللي سواه أنجز وحقق شيء أسطوري جدا جدا جدا، بس دليلا على خباثته وحقارته، قتله لراغنر كان بطريقة خبيثة جدا جدا جدا، وراغنر لم يستحق القتل أبدا أبدا أبدا، وليس بالطريقة الخبيثة هذه. فمرة أخرى نعيد إلى نفس النقطة الأساسية، عشان يحقق حلمه وهدفه وطموحه قاعد يدوس على كل المبادئ وكل الأسس وكل الأشياء الصحيحة، ويغدر ويخون، خان من قبل عند الفرنسيين، خان من قبل، ما يهمه أي شيء، عشان أوصل للحلم للهدف اللي أنا بيه بخون أي أحد وبسوي أي شيء أبيه. فهو كان شخصية شريرة وخبيثة حتى وجد حلمه. عندما وجد حلمه اللي هو الأمير كنوت بدأ يتغير 180 درجة وأصبح شخصية طيبة في الأخير، ولكنه في الأصل بداية القصة إلين الأخير كان خبيث. بس تفضل أبا يمشي نقطتك. أبرد على النقطة اللي هو قالها حاليا، سالفة الخيانة مع الفرنسيين ومع سالفة راجل. ببدأ مع الفرنسيين. الفرنسيين أساسا هم جايين ناويين يغدرون فيه من قبل، أول ما تفقوا أول ما دخلوا الحصن قالوا يلا خلنا ذا ونذبح ذاك الفاجس، قد إنه تغدى فيهم قبل ما يتعشهم فيه، هذه نقطة وخلصناها. فهذا الشيء يعني في الحروب ما فيها سالفة خيانة وما خيانة، هذه حروب والأذكى هو اللي ينتصر. بالنسبة لراغنر، راغنر طبعا احنا شفناه وشفنا وضعه مع كانوت وكيف انه مدلل كانوت، انه حتى لو سوى شيء غلط يقول له انت صح يا ولدي، انت صح، انت عادل، انت زي كذا. زرع في مبدأ كويس من البداية، اوكي، بس عارف شاف طبعا احنا قلنا ان راغنر ان اشدد عنده نظرة ثاقبة للاشخاص، شاف عند هذا الشخص شيء حاجة، لكن اللي معطل عنها هو كنوت. من يبغى يسوي شيء؟ حتى شفنا حتى مع الملك سوفين من قبل، من يقول له ابوه سوي زي كذا قال لا ما يصلح، خله، او الامير ما يقدر، يا ملك هذا ما يقدر، كان عائق بالنسبة له، فكان لازم يزيل هذا العائق عشان ينطلق، ويوم زال انطلق كنوت على طول بعدها. النقطة هذه انا احتسبها لماجد، خيانة أشيلاد للفرنسيين قبل يبدون الفرنسيين يورون أنهم بيخنون، كانت مجرد نوايا، النوايا لا نعاقب عليها، نعاقب على الفعل، فهو أول من بدأ. النقطة الثانية موضوع راغنر، أنا لا شفت راغنر أنه كان عقبة، وكان كنت أكارها في القصة، يعني كنت أتمنى أنه يموت، بس القتل بهذه الطريقة ما في أي مسوغ لك يا أشيلاد، لقول أنا شفت ما شفت ما شفت، هذه خيانة بحته، وهو بنفسه وقع واعترف بالخيانة قدام الأمير كنوت، فهذه هو نفسه اعترف أنه خان وقال له كنوت عيش حياتك، كف جيب ولي أمرك، ولي أمرك اللي ما قتلته، قال له كف بحياتك عن هذه العملة. الحين طيب تقريبا ماجد باقي لك، بأن ماجد لسه باقي له أوبجكشن، فهزيدكم نقطة في النقاش، فتفضل ماجد. أوكي. هذا آخر نقطة أضيفها لك يا ماجد، إذا ما استخدمت أوبجكشن بيحفلوا فيها. تفضل. طيب سيادة القاضي، أعيد وأكد، الخيانة كانت تسري في دماء هذا الرجل، والغدر يسري في دماءه منذ البداية في عدة مواقف شفناها كثيرة جدا 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 جدا. أنا مالي بضد الشخصية، أنا أحبها وأقدرها وأعتبرها شخصية أسطورية في النهاية،
ولكن في بداياته شفنا منه مواقف كثيرة جدا تدل على الخيانة. بنرجع لثورفين هو مصدر نقاطنا كلها. إذا أنت فعلا تبي تربيه وتبي تعلمه، ليش انتظرت لين ما حققت حلمك عشان تجي في الأخير تجي تقول له ها والله يا وليدي أنا كنت أبي أربيك وأبي أعلمك وكنت أبيك تنتقم مني زي ما أنا ما انتقمت من أبوي؟ ليش ما قال الكلام ذا من قبل؟ ليش كان قاعد يستغل طوال هذه الفترة إلين آخر شيء؟ فهذا دليل على الخبث والاستغلال، وهذا النقطة اللي أنا أساساً بادي فيها الأوبجكشن مع إبراهيم من البداية، أنه كان يستغل ثور فين، ما كان قاعد يعلمه أو يدربه أو يطور. دربه نعم، بس ما كان بحسن نية أنه لا والله أنا بيك تتصنع بيك تتعدل مثل ما قالنا يبي يطلع ملاك. إبراهيم يلا يلا إبراهيم. الرد بسيط على هذه النقطة. أنا طول ما أنا ماشي وما لقيت الشخص اللي بيحقق الطموح أو الحلم اللي حقق، أنا عندي وقت إني أقعد أستناك يا توربين لما تكبر تفهم تعقل تصير. بس يا مصالت أنا حين خاص الحلم قدامي لازم أنا حقق اللي يصير في شخص يقدر يسوي صلح ويسوي الأرض اللي يكون ما فيها لا قتل ولا زي كذا. أنا هنا خاص وقتي معك اكتفيت ووفيت سويت اللي عليك كله لك. أنت ما أنت برد. Objection من ماجد. أخيراً أوبجكشن الأخير وشو؟ زي ما قالت هو يوم وصلت لحلمي، يعني طيب قبل أتصل لحلمك هذا النقطة اللي أنا كنت أبيه من الأساس. يوم لقيت كنوت وتغيرت أنا صرت خلاص ما عاد شخصية خبيثة وشريرة، صرت شخصية طيبة، لقيت حلمي أبي أحققه، بدأ يغير تعامله مع ثور. طيب وقبل يوم يلقيه للتهلكة قدام ثور كيلو طاح في البحر وخلاه ولا رجع له، يوم يلقيه عند الفرنسيين الرمابة قال له راح جيب لي قرار راس القائد وتعال، يوم يتكلم عند رئيس البلدة ذيك ويقول له أنت ما تعرف تتعامل مع عبدك، يوم قال له نفسه في المعركة الأخيرة أنا أشكر تورس على الهدية، اعترف من نفسه أنه كان قاعد يستغل استغلال ولا أحلى، يعني الغاية تبرر الوسيلة. أنا مستغلك إلين ما ألقى الوسيلة، وسيلة وصلت اللي أنا بيه، الحلم اللي أنا بيه، لقيت الملك اللي أنا بيه، تغير وضحك الضحكة الشريرة حقته ذيك اللي خلاص حققت حلمي أخيرا. هنا تغيرت شخصيته، هنا ما عاد يهمه انه يستغل ثورفين، عندي اشرد، عندي الامير كنوت، انت بالنسبه لي تكمل العدل، يا تتسنع وتصير عدل يا خلاص كيفك. طيب وقبل لو انه مات قدام اشرد كان بيصح عليه ولا بيحزن عليه ولا كان بيعبره؟ ما رجع له اساسا. كل مره قال اشرد كان يقصد تركي بس. تركي تركي ايوه اصلح له ايش رايك فيني بس. جمهور فاهمين قصدي. تروح عليه بس انت لا الجمهور فاهمين قصدي، الجمهور فاهمين قصدي، وانت فاهم قصدي. انا فاهم قصدي، انا قاعد اسدك عليه فاهم قصدك، بس احنا نصيد في الموضوع. الله عادي حق له بيصيد يصيد بس ما بصيد عليك. حق له حق يا قوة انت ود. طيب سيد القاضي انا كنت اقولها له بس مو راضي يسمع الزميل، كنت اقول له بس دقيقة دقيقة سيدي القاضي وليس سيدتي القاضي. بمشيها لك اوكي معلش. سيد القاضي انا كنت اقول للزميل هنا لكن ما كان يسمعني، كنت اقول له طالما انا عندي وقت اني انا لسه ما حصلت الشخص المنشود او الملك اللي انا بخدمه، عندي الوقت فانا بقعد العب ياك لعبه الانتقام، وهذه لما انت تكبر وتفهم وتصير فاهم وتوصل لك الفكره. اكثر من موقف اكثر من مشهد اكثر من شغله حاول يوصل له، وحتى يوم انه جه بالجد وقال له يا ابن الحلال اصحى استيقظ حاول انك تشيل الحقد من داخلك عشان تقدر تنتقم مني تفوز علي، ما في فايده. اخر دليل واكبر دليل على انه كان حاب الولد وكان يحترمه وكان ما قاعد يستغله 100% انه كان بس يبي يربي وصله، لان اساسا الاسد يقول لك لجي ربي ولده يلوحه كذا قدام المخاطر يقول له راح صر رجال وتعال، فهذا اللي كان يسويه معه. فيوم جاي يموت شنو قال؟ قال له انت ابن تورز انت فكر في المحارب، قال له انت هل فكرت في شيء بعد انك تقتلني ايش بتسوي؟ هذه الاخطاء اللي انت قاعد تسويها يا وليدي ركز، يعني لو كان ما يحبه ولا كان ما يحترمه ولا زي كذا ليش يقول له هالكلام يوم جاي يموت؟ خلاص كان قال انا استغليتك زي ما قال له في الحلقه اللي قبلها انا كنت استغلك يا ولد تورز وانتهينا، ليش في اخر يوم جاي يموت قال هالكلام؟ تفضل تفضل. كل واحد فيكم جاب نقطه وحفر لنفسه. الله عادي احنا نحفر. ماجد انت كنت مصيب في نقطه انه كان يستغله حلو بس ما كان يستغله من البدايه، هذا على كلامك على كلامك انت قلت لين لقى كنوت وغير، مع انه من البدايه كان مقابل شاف الملك اللي يبينا بيغير طريقته فما يصير كذا استغله من البدايه. فابراهيم ثلاث ارباع كلامك هذا ما صار، وين جبته انت؟ منين جبت الكلام؟ هذا ارفع الكلام ذا شيء، منين الاسد يربي ولده يلوح في المخاطر؟ اللاب اللي تربي الاسد ياكل ولده اذا شاف ولده. هذا عظم في ايش ولا ايش؟ انت فاهم المثل يعني لا تدقق، انا ما دققت على المثل. لا تدقق، الاسد لابه كذا زوجين. انت قصدك اللاب انت من قلت سيدتي القاضي وانا شاكني. المهم 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 حط النقاط يا سيد القاضي، حط النقاط واحدة من اي انت انت اللي تشوف يا سيد القاضي يا بدر. طيب انا راح الحين
تبون مرافعة النهائية؟ نعم مرافعة النهائية. الحين خلصنا النقاط هذه كلها. ماجد مرافعتك النهائية سمعنيش عندك. نعيد المرة المليون الأوبجكشن هدف منه اللي شفتوه في آخر اللقطة. لا تعطون أسئلة كأنه ملاك نازل من السماء وكأنه مثل الأبوة اللي تبي تربي ولدها ولا كأنه ذا الشيء كله. هو كان شخصية شريرة حقيرة وعند الغاية تبرر الوسيلة اللي ما لقى كنوت ومات أعظم موته في المسلسل. حقق اللي يبيه وحقق الحلم الطموح اللي يبيه. تضحية أسطورية من أجل الحلم. هو أساسا عايش من أجل حلمه. كان يقول في آخر لحظاته أنا ما بقى لي شيء من عمري. يصير الحين يعني يوم من راهن كان يقول لذاك المساعد حقه بيون شو قاعد تسوي زي كذا فينا. قال ما بقى في عمري اللي صار. يا تضبط مع كنوت يا خلاص ما بقى في العمر كذا اللي راح. فهو خاطر وخاطر أسطورية ورهيبة ويستحق اللي جاء. ولكن في بداياته اللي سواه مع ثرفين لا يغتفر. عمله معاملة العبد وكان يستغل استغلال طبيعي. ولا بس ثرفين في عدة مواقف أظهرناها الفرنسيين وغيره 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 ما يسع المجال ذكرها. الرجال كان خبيث وشرير في آخر عمره تعدل. إبراهيم نتكلم عن أشرد. طيب أشرد يوم كان صغير كان شخص عادي قاعد ينغسل في الخيل يضبط وذا الأمور ذي كلها كان يسويها بزي سلام عليكم. في عالم الفايكنجز إذا أنت بتكون مثل ذا الشخص حينوكل حقك وحينوكل وضعك حيتروح فيها واحد راح يقدر يعترف فيك ولا أحد يقدر حتى يعطيك وجه أساسا إذا تميت مثل هذا الشخص في الفايكنجز. فهو مضطر أن يصير هذا الشخص الخبيث علشان يقدر يعيش في هذا العالم الوسخ اللي هو موجود فيه. مضطر أنه يتقرب من أبوه وبعدين يقتل عشان هذا الطريقة الوحيدة يقدر ينتقم فيها من أبوه عشان ينتقم حق أمه المسكينة. الشخص هذا هو يعني في عالم فايكنز الشيء الوحيد عشان تقدر شوفه أبوه يعني يوم كان ينظف ويسوي ذكي ما اعترف يولد عنه ولا حتى اسمه. يوم قاتل دفع عن أمه جاء قال له تعال اسمك أنت تعال يلا انضم معي وقام يربيه وقام يسويه ويعترف له حط حتى اعترف فيه كولد له مع أنه من الأساس كان يعتبره عبد ما كان يعتبره حتى ولد له. ففي عالم الفايكنز عشان تعيش لازم تسوي اللي سواه أشرد عشان يقدر يوصل حق الشيء اللي هو وصله. وهكذا نكون سمعنا من الشخصين نقاطهم. طيب وأنا لي رأي في الشخصية بس ما يحق لي أعبر عنه لأن أنا هنا قاضي فراح أعطيكم يحق لك ولا يحق لي غيرك يا سادة القاضي. روح قول اللي في خاطرك ولا حد يقدر يعترض عليك. من يقدر يعترض عليك يا سادة القاضي؟ خلونا نحسبها كمحامين بعدين أقول لكم رأيي في القضية. نعم نعم كمحامين ماجد عندك 1 2 3 4 5 6 ستة يتا ماينس 1 2 3 4 5 6 طلعت صفر باللوس طلعت باللوس. إبراهيم عندك كنقاط 1 2 3 4 5 الماينس أكثر. الماينس عندك يا إبراهيم 1 2 3 4 5 6 سالب 1. إبراهيم طلع سالب 1 في القضية. ماجد طلع صفر. هذا كمحامي. السبب في الموضوع انهم كمحامين كانوا ناس رائعين جدا لكن سمحوا للعاطفة في كذا نقطة انها تسيطر عليهم. فببدأ بماجد اللي انت جبت فيه العيد. ماجد كانت نقاطك في الصميم وقوية لكن مشكلتك انك كنت تضب نقطتين في قضية واحدة فتجبرني احكم على واحدة من النقطتين وهذا كان صعب يعني المفروض انك خلاص في تمارفع واحدة stick to one point. ابراهيم انت كانت موافعتك قوية لكن مشكلتك اللي تظهره ملاك انجل هيز لايك انجل وهذا اللي كان يضربك انك كنت توجد مواقف لم توجد من الاصل صح بس ما تحسون انت ابراهيم يوم قلت ان اجبر كنوت يحترم الوعد لا كنوت هذه فهمها من نفسه لم يجبره عليها لم يجبر اذا جبناها ان اجبر كانك قلت ان مشروعه في صناعه كنوت تخترب صح لا زال كنت يحتاج من إجبار على هذا هذا العاطفة ما تسوي أيوة. هذا الصراحة يعني أنا خان التعبير يعني أيوة أوكي. ماجد يوم قلت إنه ما كان يسوي أي شيء لتربية توفين وإنه كان فقط استغلال مش تربية لا هذه أنت أخطأت فيها كان يسوي له كذا نقطة من نقاط التربية وقال له حتى جاه قلت ما قالها صريحة جاه في لقاء مع توكيل قال اسمح لي لو ما بس أساعدك كانت واضحة يوضح لنا أنا كتبي أساعدك قال هالمرة بس اسمح لي أساعدك بس هالمرة اسمع الكلام فاتت عليك أنت مش محامي سيء أنت أنا نسيت قال بس هالمرة اسمح لي أساعدك خلاص افهم اللي أنا بوصله فهذه النقطتين اللي أنا برد عليهم
أنا وجهة نظري في أن المسلسل هذا الحكم على شخصية أنها شخصية طيبة غلط وأنها شخصية شريرة غلط، لأن المسلسل هذا قاعد يجيب لك أن الطيب بالنسبة للناس هذول إنسان قذر، والطيب عند هذول بالنسبة لهذول إنسان قذر. عشان كذا توز قال حق ولده ما لك عدو، وقرر أنه يخرج من العالم هذا ويعتزل، لأن أيا كانت القضية اللي أنا بدافع عنها فأنا شرير في وجهة نظر شخص معين. فتوز كان شرير إلى مرحلة معينة بالنسبة للآخرين من ناحية الاغتصاب والخطف والسرقة والقتل. فعشان كذا هنا قال لا أشي لا تكون قائدا علينا، هذا اللي احنا النظر اللي احنا نبيها. بس نفس الشيء لو صرت قائد عليكم لازم أرجع أحارب من جديد وأكون شرير بالنسبة للناس آخرين. وهالشيء أثبته كنوت، قال أنا بحقق العدالة في الأرض لكن أي شخص يقف أمامي بقصاصة في الأخير بيصير شرير بالنسبة لشخص آخر. فليس ملائكي أشلد، هو خبيث لكن من حقه يكون خبيث، لأنه هو مغصوب يكون ابن للفايكينج، أمه عبدة وأبوه تخلى عن أمه وتخلى عنه، ما قدامه للحياة لهالشيء. هل كان يستغل توفين؟ الحين هذه النقطة اللي أنا بعلق عليها. في البداية يوم خده لا ما كان يستغله، أول ما أخده ما كان فيه توفين أي مقوم للاستغلال، لكن بعدين شاف أنه ما منه فايدة إلا أنه يستغله، ما هو باضي يصحى، ما باضي يفهم، فخلاص خلاه يستغله وخلاه عبد لرغباته. وكان يواجه توجيهات معينة من فترة الأخرى لكن توفين اللي رافض يسمع. أشياء شخصية معقدة مجنونة، كاتب اللي صنع شخصية أشيلاد مجنون جدا، تضارب الخير والشر لشخصية رمادية لا هي بيضاء ولا هي سوداء. إن قلت عليه طيب فأنت مخطئ من وجهة نظري، وإن قلت عليه شرير فأنت مخطئ. هو ضحية حرب، ضحايا الحروب دائما يكونون مجانين. فاللي بيقول لي إن أشيلاد شخصية طيبة هو بطل أسطوري وملائكي أقول له أنت غلطان، واللي بيقول لي أشيلاد شخصية شيطانية أقول له أنت غلطان، هو شخص مختلط والشر بالنسبة له نسبي. هو أصلا مختلط بين ويلز وفايكنج. إيه الشر بالنسبة له نسبي جدا. استغل الفايكنج، نعم استغلهم وكان قذر معاهم سواء أعداء أو جنود. وكنت تقول تقدر أقول يا ماجد لما كنت أقول لك أطلع من هالمثال، أطلع من هالمثال، القرية اللي خلى كينوت يخونها إيش كان ذنبها؟ في ناس في بريطانيا أهو قتلهم ما كانوا فايكنج، بس ذنبهم انكم جيتوا استعمرتوا بريطانيا، انتم مو بالسكان الاصليين لبريطانيا. حتى فرنسا طيب ما لهم دخل فرنسا، ما ذلك هزم وفرنسا لا، الخيانه كانت متبادله مع لا اقصد خل الجيش القوى الفرنسيه اي كما انك تضرب مثال بالشعب يا ماجد. الشعب الفرنسي طيب ايش ذنبه؟ مشكلتك انت مع الفايكنجز، ليش خدت فرنسا وخدت بريطانيا والقوى والناس والمساكين اللي يمكن تغتصبهم؟ شو الفايده؟ شو استفدت؟ ما استفدت شيء. أوه كان بايع القضية لين لقى له أمل في كنوت. هذا اللي أنا أقوله وراضي فيه صراحة. أشكرك يا سيادة القاضي. إنه هو القاضي لا نستطيع أن نقول شيء. أي. وأنت يا أبو يمكن تقدر تضربه في موضوع تربية التوفين، إنه حاول في من صغره أكثر من مرة، وكان الجنود يقولون ليش أنتم خليه يقول ماكم شغل، خلو خلو خلو، لكن كان يوجه له تربية. ما عاد توفي قال اسمح لي لو مرة أساعدك، وقال له قال أنا صحيح سويت يعني هو شبه نفسه بأبوه القذر بالنسبة لتوفين. وين ألقى وين أقوى من كده عشان يفهم توفين القصة؟ شبه نفسه بأبوه القذر، يعني أنت مثلي أنا مثل أبوي القذر. هذا أقوى حق في التربية كنت تقدر تضربه بمثال. ترى أنا كنت مثل أبوي القذر، كما هو أنت اللي تستغلني مش أنا اللي أستغلك يا توفين. صحيح كان يربي فيه لكن توفين رافض يسمع. حطوا هذه رجع الحلقة وضيفوها مصالحي مو مصالحي. الحين ما رأيكم في أشيلاد في التصويت؟ ومن المحامي الأفضل في التصويت؟ وانتظر القضية القادمة اللي راح تكون بيني وبين ماجد إن شاء الله. بس كلمة أخيرة قبل أن نختم، كلام اللي أنا قلته ذا كله لا يعني أني أكره أشيلاد، بالنسبة لي صار من أفضل شخصيات 2019، مو بأفضل، من أفضل شخصيات، يعني حطه من ضمن التوب 10. يستاهل صراحة أنه يكون من أفضل شخصيات 2019. شخصية أثارت الجدل وأنا معجب فيها جدا جدا جدا، ولكن رأيي فيها لم يتغير، كان شخصية شريرة وبعدين صار طيب. هذا رأيي أنا. إبراهيم عند رأيي سيد القاضي، هل يستحق أن أجيب لي كيكة ولا لا؟ لا طيب يعني كنت تقول من البداية أنه طيب وملائكة. هذا المشكلة، هذا المشكلة مباضي اعترف. طيب اعترف في مستحق وعنكر. الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد من ود قضية، هذا اللي احنا نقوله دائما أبدا. ويعني لولا اختلاف الأذواق لبارة السلعة، ف
او ما ادري ايش يقولون المثل المهم يعني الفكره انتم فاصلتكم انا دائما اجيب العيد في الامثال ويحسبونها علي هذا المثل الوحيد اللي جبته صح وفي الاخير قلت انك جبته غلط لا اقول يعني اوصلكم الفكره جبته عدل والله فيعني طبيعي ان تشوف الناس يختلفون على شخصيات طبيعي انك تشوف الناس يشوف يعني كل واحد منا له منظوره الخاص اساسا للشخصيات في الانمي بشكل عام في المسلسلات في الافلام في الحياه حتى بشكل عام كل واحد له منظوره الخاص ف هذا الشيء اللي ما يعني ان انا اكره ماجد ولا ماجد يكرهني ولا انا اكره محمد ولا محمد يكرهني لا فقط ليس الا اختلاف وجهات النظر في الانمي هذا فقط ممكن اضيف برضه نقطه اضافيه يمكن هذا الانمي هو الوحيد اللي فعلا فيه شخصيات تتغير 180 درجه يعني عندنا كنوت عندنا اشيلد واتوقع ظروف القادم في الطريق القادم في الطريق ف بتغير رايك لا لا تخرب عرض جاكشن تخرب هاي جاكشن الله بالختام قول معي ابوه نزل له مو فوق لا يا مات الشخص اللي قدامه بعد من بعد ما قط الخنجر من بعد ما قط الخنجر العموم خلونا نختم وقولوا معي في النهاية سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك لا تنسوا الاشتراك في القناة لايك شير ونشوفكم على خير.